هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ قبل ما تسمعوا الفيديو اهم حاجة تشتركوا في القناة وتعملوا ايه؟ لايك. اهم حاجة اللايك، بتوع الديسلايك وبتاعة الديسلايك دي انا بحبهاش ولا بحبه. اللي بيعمل لايك احلى مسا عليكم، اي ونت كيس يو. النهارده بقى ايه رايكم في الدبدوب الجامد ده؟ النهارده بقى هابي فالنتين دي، هنتكلم على عيد الحب. الحب 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 الحب. بصوا بقى هنتكلم شوية عن الحب الرومانسية، اعمل لكم فيها اسامة منير. انا غيرت المحتوى بتاعي وقلت اعمل شوية ايه اكشن كده زي بتوع السيما. الحب يعني بدلة وفستان، مش تكلميني لما ابوكي ايه ينام. الحب يعني تصلي وتدعيلي، مش تصوري وتبعتيلي. هو ده الحب، وهي دي الرومانسية. هو ده الحب، هو ده الحب 2021. النهاردة بقى قلت اكرش على البيت بتاعتي، بمناسبة عيد الحب قلت اعمل لها مفاجأة. اشتريت دبدوب. ايه رأيكم في الدبدوب ده؟ دبدوب ب125 جنيه، وياريتني ما اشتريته. انا اتصدمت، خسارة فيها 125 جنيه. عارفين ليه؟ قولوا ليه. طلعت بتخني. المشكلة مش في ان هي بتخني، المشكلة ان انا عارض الدبدوب ده للبيع. هو ده الحب، هو ده الحب. يا خسارة، كنت جايب الدبدوب ده وكنت بكرش على البيت بتاعتي ومجهز لها مفاجأة بمناسبة عيد الحب. دبدوب زي ما انتوا شايفينه، عرضه للبيع ب 125 جنيه. يا ترى هيجيب ال 125 جنيه ولا لا؟ دي المشكله، الفلوس مأثره فيا قوي. المشكله مش في الخيانه، هو ده الحب. عرفتوا يعني الواحد يضحي عشان الحب؟ اي حد عايز يشتري الدبدوب ده للاستعلام، هسيب لكم كل حاجه والعنوان ورقم التليفون في الديسكريبشن في الوصف. للتواصل عبر الدبدوب خش على الديسكريبشن والوصف، اهم حاجه الوصف. واي حد هيكتب سعره انا عامل المزاد، سيب السعر بتاعك في التعليقات، اهم حاجه التعليقات. ويا خساره، يا خساره، يا الف خساره. كان في حاجات تانية اجيبها لك كتير، بس خساره فيكي. الكشف الطيب نصيب، انا كنت مجهز لك مفاجاه 2021، كنت اقول لك كل سنه وانت طيبه، بس انت دمرتيني. وعلى فكره انا كنت جايب بوكسرين كوتونين من ابو 21 عرضهم فولكس، دمرت حياتي، دمرت حياتي.